أهلا بكم في عدد جديد من هذا البرنامج الخاص برئاسية 12 ديسمبر 2019. هذا البرنامج نقدمه لكم من وكالة الأنباء الجزائرية، يتيح الفرصة لكل المترشحين لعرض برنامجهم وإقناع الناخبين بمشروعهم السياسي. بدون إطالة، عدد اليوم نخصصه لمناقشة السياسة الخارجية بحضور السيد إبراهيم زيتوني، ممثل المترشح عبد المجيد تبون. أهلا بكم. السلام عليكم. كما أرحب بالسيد عبد النور زيام، ممثل المترشح علي بن فليس. أهلا بك سيدي. إذن البداية معك أستاذ إبراهيم زيتوني، ونبدأ من مسألة بعث الاتحاد المغاربي. الاتحاد المغاربي اليوم معطل منذ سنوات، هل لدى مرشحكم ما من شأنه الدفع بتجاوز أسباب تعطل الاتحاد المغاربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قدوة المؤمنين المخلصين الثابتين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين. شكرا على الضيافة وشكرا على السؤال. الاتحاد المغربي هي فكرة قديمة جدا، من ليتوال نور افريكان تاع البيبي تاع ميصال الهاج إلى يومنا هذا. هذا حلم للأجيال المغاربية الكل، وأصبح متعثرا اليوم. أكيد. لماذا؟ أول شيء، بدون ما نتكلم على موضوع الصحراء الغربية، سنتطرق إلى ذلك في نعم. في النقطة الثانية. نعم. فيه نظام سياسي في تونس، في ليبيا، أو في الجزائر، وفي المغرب مختلف كثير. هذا النظام ماهوش نظام يعني بنفس المستوى، فيه نظام نقدر نقول شعبي ديمقراطي جمهوري في الجزائر، نظام ديمقراطي حقيقي في تونس، نظام همشي في ليبيا، ونظام ملكي في المغرب. فالطبيعة السياسية تاع الأنظمة المغربية ما تخليناش بسهولة نتلاحم مع بعض. هذه حاجة الأولى. حاجة الثانية، كل بلد في المغرب العربي الكبير عنده علاقات مع أوروبا، ولكن علاقات ثنائية، ما فيش تلحيم مع بعض بتوسيع الاقتصاد اللي يخلينا نربط علاقات دبلوماسية قوية. ما عندناش تكامل اقتصادي اللي يخلينا نربط دبلوماسية قوية. ثالث شيء، العلاقات الدولية ما بين العالم الأوروبي الأمريكي والمغرب وليبيا وتونس والجزائر يدفع إلى تفكيك الفكرة المغرب العربي الكبير، أو حتى تنسيق أو تلحم ما بين الاقتصاد تاع المغرب العربي. فهذا كامل الأمور تعطل المغرب العربي الكبير، وهذا أمور يعني قوية. الحمد لله فتحنا باب تجاري مع موريتانيا، وهذا الباب التجاري مع موريتانيا يبين السيرة اللي لابد من نمشي عليها باش نبني علاقات قوية ما بين الشعوب وما بين الدول. طيب، أريد أن أستمع إلى رأي الأستاذ زيام. تحدثتم عن فكرة تفكيك المغرب العربي، أريد أن أعرف رؤيتكم في هذا الاتجاه، يعني ما هي الأسس التي ينبغي أن ينطلق منها اليوم الاتحاد المغربي؟ بخصوص أولا، دعيني أشكر القائمين على هذا الحصة على الاستضافة، وأنا سعيد جدا بحضوري في هذا البلاطو الراقي. بخصوص الاتحاد المغربي، دعيني أعرج قليلا على الطبيعة التي يجب أن تكون عليها الأمور، وهذا هو المتعارف عليه في العلوم السياسية. العلاقات الدولية مع مر الزمن عرفت تطور ونشأة، قامت عدة مدارس، من بين هذه المدارس المدرسة الواقعية القائمة أصلاً على القوة وعلى المصلحة. أي دولة في العالم تعمل على تحقيق مصلحة معينة والحفاظ على سيادة الدولة باستعمال قوة معينة. هذا التطور وصل إلى حد ظهور مدارس جديدة
الليبرالية، الليبرالية الجديدة، الواقعية الجديدة. من بين المدارس هناك مدرسة تدعو إلى ما يسمى بالاندماج والتكامل، وهذا الدرس وهذه المدرسة وأسس المدرسة استفاد منها الجميع إلا المنطقة المغاربية للأسف. لماذا؟ لماذا؟ سؤال جيد. التعامل، تعامل الدول في المنطقة المغاربية بقي محصورا في أنظمة سياسية، ونحن هنا نتكلم عن النظام السياسي الجزائري. النظام السياسي الجزائري في بداية الثورة المباركة وبعد الاستقلال بعد سنة 1962 كانت العلاقات الدولية، الشق الدبلوماسي للدولة الجزائرية مبني على مجموعة من الأسس، من بين هذه الأسس هو إقرار تقرير مصير الدول، إنهاء المستعمرات، عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والوقوف مع مظالم الدول، بين قوسين ما يسمى بالحركات التحررية أنذاك. الحالة التي عاشتها الجزائر في العشرون سنة الأخيرة أو بالتحديد من 99، يعني تقصد من 99 حتى الآن، حالة غريبة واستثنائية. لماذا؟ لأنه الدبلوماسية الجزائرية، وإحنا في برنامج السيد علي بن فليس عندنا ما يسمى ببرنامج الاستعجال الوطني، عنده عدة محاور: المحور السياسي، محور اقتصادي، محور اجتماعي، وإضافة لذلك ما يسمى بالاستعجال الدبلوماسي. الجزائر عرفت تأخرا رهيبا في الدبلوماسي، مما عطل نضج الاتحاد المغاربي، لأنه حجر الزاوية في الاتحاد المغاربي في شمال إفريقيا هو الجزائر. هذا الشيء لا يستطيع أحد أن ينكره، لا داخليا في الجزائر ولا حتى من بين الدول المجاورة. والدليل على ذلك هو أنه لما نشبت الأزمة في ليبيا الجارة شقيقة ليبيا في 2011، نعم 2011، ونحن الآن في نهاية 2019 ولا يوجد حل للأزمة الليبية. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة الكبرى هي الجزائر، طبعا لم يكن لها دور في هذا الحل. كي أعود إلى سؤالك، الاتحاد المغاربي، إذا كان النظام السياسي الجزائري يعتمد دبلوماسية قائمة على الشخص، أنا قائمة على شخص فرد، وهذا ما عاشته الجزائر، رئيس دولة شخصنا الأمر، وأصبح أصبحت الدبلوماسية الجزائرية في يد شخص لا في يد مؤسسة وزارة الخارجية أو رئاسة الجمهورية، وهذا المتعارف عليه دوليا. طبعا هذه إذا كان هذه استراتيجية الأسباب، طبعا إذا كان استراتيجية الدولة دبلوماسيا قائمة على أنه هناك فرد ممثلة في رئيس جمهورية هو الذي يقرر وقت ما شاء وكيف ما شاء، هنا تتعطل الأمور ولا نستطيع أن نمشي في حل دبلوماسي يخص الجزائر، ولا نستطيع أن نمشي في حل دبلوماسي يخص المنطقة المغاربية. طيب أتفق معك، لكن المهم اليوم أن نعرف يعني هل لدى مرشحكم في حال فوزه بالرئاسيات تصورات من شأنها الدفع بتجاوز أسباب تعثر هذا الاتحاد؟ أنا كنت قادم في للإجابة على السؤال. تفضل. زيد فضلك، في برنامج الاستعجال الوطني في شقه الخاص بالدبلوماسية، تصور المرشح الأستاذ علي بن فليس هو أن تفعل الدبلوماسية الجزائرية ببناء مؤسسات دبلوماسية تبدأ من السياسة الخارجية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، وعلاقتها بسفراء وقناصلة الدولة الجزائرية في الخارج، في العمل الخاص بالدبلوماسية السياسية والدبلوماسية الاقتصادية وتفعيل الدبلوماسية الأمنية التي يقوم عليها الفعل الدبلوماسي. طيب هذا مفهوم من جانب. فيما يخص الاتحاد المغاربي،
تفعيل الدبلوماسية الجزائرية في فتح باب الحوار والمشاورات مع جميع الدول المغاربية، والعمل على ما يسمى بالاندماج والتكامل بين مجموع الدول المغاربية لإقامة صرح اقتصادي من أجل خلق سوق اقتصادية تخص المجموعة المغاربية، وهذا لا يتم إلا إذا كان هناك رئيس يعمل مع مجموعة متخصصة في الدبلوماسية. وسأضرب لك مثال على الجارة المغربية، الملك محمد السادس قام بإمضاء 1200 اتفاقية مع من؟ مع الدول الإفريقية، في حال أنه الجزائر بلد الشهداء لم تقم بإمضاء ولا اتفاقية واحدة مع الدول الإفريقية، التي من المفروض أن الدولة الجزائرية يكون لها البعد العربي والبعد الإفريقي. طيب، ضربتم مثال عن الجارة المغربية، وهذا المثال يقودنا إلى سؤال ثاني يجب أن نتطرق إليه، وهو قضية الصحراء الغربية وإدارة العلاقات مع المغرب اليوم. توجه إليك أستاذ زيتوني، اليوم كيف سترافعون أو كيف سيرافع مرشحكم من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال لأكثر من 4 عقود، يعني 44 سنة من النزاع في الصحراء الغربية؟ الحل هو مش في يد الجزائر، ولكن في يد المغرب والأمم المتحدة. الجزائر ما عندهاش داعي في الـ في الـ في المشكل تاع الصحراء الغربية، لأن سلمنا الأمر إلى الأمم المتحدة. الأمر اللي يشوفه للأمم المتحدة تشوفه يعني جيد لإنهاء آخر استعمار في أفريقيا وفي العالم تقريبا، يكون حل سليم للجزائر. فهنا احنا ندعو الجارة المغربية إلى التفاوض مع جماعة الصحراء، مع جبهة البوليزاريو، مع جبهة البوليزاريو، يعني طرف النزاع باعتبارهما طرف النزاع. وحنا نقدر نساهل الأمور بقدرة ما نقدر في هذا الموضوع، ولكن هذا النقطة بالنسبة إلى سي عبد المجيد تبون نقطة حساسة، لأن نقطة تعطي مضمون لتركيب المغرب العربي الكبير، مضمون أساسي. الصحراء الغربية إن شاء الله تستقل، ولكن بتحاور مع المغرب الشقيقة بكل يعني لابد نلقاو حلول ليخلينا نخرج من هذا المشكل بدون صداع ولا بدون يعني بالملموس. هل هناك نية للسيد عبد المجيد تبون للتفاوض مع الحكومة المغربية بشأن فتح الحدود بين البلدين؟ والله هذا السؤال احنا ماذا بينا نكون متفتحين على كامل جيراننا، وهذا اللي نتمناه للشعوب المغاربية العربية. ولكن في بعض النقط اللي تمس الشرف والسيادة الجزائرية اللي لابد نتقدم فيها، وعندنا جزائريين كان عندهم حقوق في المغرب الشقيق وطردوا من المغرب بدون ما هذه الحقوق رجعوا لهم، ففيه ملفات مش ثقيلة، ملفات يلزمهم إرادة قوية من الجنبين. وإذا شفنا باللي المغرب العربي عنده، المغرب الشقيق عنده هذه الإرادة، بالطبع الحل تاع علاقات طيبة مع الجار أحسن من الحرب الباردة. أبدا نعرف رؤية السيد زيام، رؤية مترشحكم طبعا، هل هناك نية للتفاوض مثل ما قلت مع الحكومة المغربية بشأن فتح الحدود بين البلدين؟ أكيد أنه في برنامج السيد الأستاذ علي بن فليس هناك نية لفتح باب التفاوض والتحاور مع الجميع. فيما يخص المغرب، المغرب العربي، الشعب المغربي شعب شقيق،
والحكومة المغربية لا توجد أي عداوة مع الحكومة المغربية ما بين المغرب والجزائر. مشكل الحدود طال أمده، وعلى الحكومتين والأستاذ علي بن فليس على أتم الاستعداد أن يفتح باب الحوار والنقاش على الملفات العالقة والملفات الحقيقية التي على أساسها غلقت الحدود، وبإذن الله سيتم فتح الحدود إن تم الاتفاق على ما يخدم مصلحة الدولتين، ما يخدم مصلحة الشعوب. والأصل في الأمر أنه الحدود ليست مغلقة إلا إذا كان تعنتا من الطرف المغربي، ونحن لا نرى ذلك في الوقت الحاضر. طيب، تطرقتم منذ حين إلى التعامل مع الأزمة الليبية، وهذه الأزمة التي الجزائر منشغلة بها منذ 2011، يعني منذ اندلاعها، وهي اليوم مجندة للمساهمة في حل هذه الأزمة. أستاذ زيتوني، تعلمون أنه لم توجه دعوة للجزائر للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، هل ترون أن هناك محاولات ربما لتهميش الدور الجزائري في هذا الملف المعقد؟ أكيد هذا واضح. من طرف من؟ والله من طرف الدبلوماسية الأوروبية، وخاصة من طرف الدبلوماسية البريطانية والفرنساوية اللي كانت فعالة في الملف الليبي. ولكن هذا والله ما يعنيش كثير. لماذا؟ لأن بدون الجزائر ما فيش مصالحة وطنية في ليبيا، لأن بلد الجارة هي اللي بعلاقتها الطيبة مع أطراف ليبية متعددة. يمكن الجزائر هي البلد الوحيد اللي قادرة تتكلم مع كامل الأطراف في ليبيا، وعندها تاريخ مشترك مع ليبيا من زمان، من وقت الثورة. المؤتمر تاع طرابلس كان مؤتمر وحد الثورة الجزائرية في ذلك الوقت. وأحنا إذا سي عبد المجيد تبون يكون إن شاء الله رئيس الدولة الجزائرية والجمهورية الجزائرية، فيمكن نعمل مؤتمر طرابلس ولكن في الجزائر، باش نوحد الأطراف الليبية كما وحدوا الأطراف الجزائرية في ذلك الوقت. أستاذ زيام، أريد أن أعرف رؤيتكم في هذا الاتجاه، ما هي الوسائل التي ستسخرونها في هذا الشأن بخصوص الأزمة الليبية؟ دعيني لو منحتني نوعا من الوقت طبعا. أعود فقط لموضوع الدبلوماسية. الدبلوماسية تطورت عبر الزمن لتصل، كي أكون مختصرا في الكلام، لتصل إلى ما يسمى بالدبلوماسية الرؤساء. الآن نحن نعيش دبلوماسية الرئيس. إذا كان الرئيس قويا وله شرعية وله من الهيبة ما يمكنه أن يفرض رأيه في الساحة الدولية، يستطيع أن يؤثر في المواضيع المطروحة دوليا، وعلى رأس هذه المواضيع هو قمة المناخ التي تجرى في العالم، والجزائر غائبة عن هذا الأمر طبعاً. كي أعود إلى ليبيا، في 2011 عشنا الثورة الليبية. لو كانت الجزائر ممثلة في رئيس يعمل على خلق دبلوماسية قوية وحاضرا بجسده وفكره وما يمتلكه من خبرة، أظن في اعتقادي أنه الحل، حل الأزمة الليبية، كان لن يطول ولن يصل بنا الحال إلى 2019. في رؤية الأستاذ علي بن فليس في برنامجه، سيقوم على محاورة جميع الأطراف، فتح باب الحوار مع جميع الأطراف واستضافة جميع الأطراف. ونحن على قناعة أنه الحل لن يخرج على إطاره المغاربي، خصوصا بما يتعلق بتونس مصر الجزائر، ولن يخرج على إطاره في حل داخلي ليبي ليبي. الأستاذ علي بن فليس سيعمل على
زاويتين. الزاوية الأولى هي استضافة الجميع في لقاء موسع مغاربي، ثم استضافة الجميع في لقاء ثلاثي تونس ليبيا الجزائر، بالإضافة إلى مصر طبعا، بالإضافة إلى حل ليبي ليبي، أي الأطراف المتصارعة داخل ليبيا. كذلك لا يجب أن الإنسان يغض الطرف على المتغير الأساس في القضية، وهو علاقة ليبيا بالدول الاتحاد الأوروبي وبالتحديد إيطاليا فيما يخص المشاريع النفطية والاقتصادية. لهذا الجزائر إذا كان انتخب السيد علي بن فليس رئيسا للجمهورية الجزائرية سيعمل على حلحلة الأمور مع الجميع لكي تخرج ليبيا من المأزق، ولكي يكون الاتحاد المغاربي في أمن واستقرار، لأن حالة التوتر والصراع الموجودة في ليبيا وفي منطقة الساحل لا تخدم للجزائر ولا أي دولة من الاتحاد المغاربي. طيب واضح. أستاذ زيتوني، أردتم أن تقدمون إضافة في هذا الاتجاه، تفضل. تعليق قوة دبلوماسية بالرئيس شيء خاطئ، يعني ما مش صحيح. نأخذ لك برك مثال واحد، الرئيس بوتين رئيس قوي وكل يستعرف باللي رئيس قوي طبعا، وأوكرانيا خرجت من يده، فما عندهاش علاقة الدبلوماسية ما بين إرادة رئيس قوي وتفعيل هذا السياسة الدبلوماسية. أعطيتك المثل تاع رئيس بوتين اللي هو رئيس قوي وانهار في القضية الأوكرانية أمام قوة أوروبية أمريكية، حتى لو خد حصته اللي هي الحصة تاع كريميا، ولكن الدبلوماسية مش معلقة بشخص واحد أبدا. الدبلوماسية معلقة بحجم السوق الداخلي والتجارة العالمية ما بينك وبين الدول الجارة أو العالمية. في هذا النطاق الدبلوماسية متاعنا ضعيفة، مش لأن الرئيس المخلوع ما كانش رئيس يعرف السياسة الدولية، كان يعرفها يمكن أحسن من أي شخص في الجزائر. لا، إذن أين يكمن العيب؟ أيوة، العيب جاي من دولة متركزة على النفط، اللي عندها علاقة مربوطة بالنفط، حتى العلاقة العالمية متاعها بالنفط. والمشكل أن نحن بلد تاع غاز، فنصدر الغاز بالأنابيب أكثر شيء، بالأنابيب بأوروبا، فالعلاقات الدولية متاعنا راهي معزولة مع الأوروبيين، لأن النفط متاعنا في أمريكا فيه بديل اليوم اللي هو الغاز الصخري، فخرجنا شيئا وشيئا من السوق الأمريكي، فالعلاقة متاعنا مع أمريكا انهارت، ومع أوروبا راهي مربوطة بالأنابيب الغازية. بدون ما نقدر نوسع العلاقات الدبلوماسية تاع الجزائر بدون خروج من النظام النفطي الجزائري، توسيع الاقتصاد الجزائري اللي يخلينا نبني علاقات قوية مع بلدان جديدة لنتاجر معها. هذا من جهة. من جهة أخرى فيه ثروة كبيرة للبلد الجزائر، اللي هي ثروة العلاقات التاريخية مع بلدان الجارة والبلدان الأفريقية، لأن الثورة الجزائرية لسه تقدم البلد. فأحكي لك، إذا نحكي على الموزمبيك، نص البرلمان الموزمبيكي النواب توحهم قرأوا هنا في الجزائر. فعندنا ثروة كبيرة في أفريقيا، ولكن ما عندناش سياسة اقتصادية ذكية تربط
الجزائر والدول اللي رانا نتعاملوا معها. هذا هو المشكل الكبير. فمعناتها باللي ما نقدروش نكونوا قوة من ناحية الدبلوماسية إذا ما وسعناش أفق الاقتصاد نتاعنا، وفيها ميدان اللي نقدر نوسع الأفق بكل سهولة، هي الطاقة الشمسية. عندنا طاقة شمسية هائلة في الجزائر، وعندنا ألمانيا والصين اللي متقدمين في البحث لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة للاقتصاد. فعندنا أفق ليخلينا أمل لتوسيع العلاقات الدولية بتاع الجزائر، ونخرج من هذا الفصفاص مع أوروبا، لأن احنا متركزين على دبلوماسية الغاز، وهذا غلط كبير. إذن لكي نكون أكثر وضوح، الأمر مرهون بالقوة الاقتصادية، القوة السياسية مرهونة بأن نكون قويين اقتصاديا، حتى لو أن رئيس عبقري ما يقدر يعمل شيء. إذا ما وسعش الاقتصاد ويخرج من النفط، وهذا هو الخطأ الأساسي تاع المرشح الحر سي عبد المجيد تبون، اللي هو يحب يخرج من الاقتصاد النفطي ليوسع الاقتصاد متاعنا، فنقدر نتبادل مع العالم بتجارة متوسعة، ونوسع في نفس الوقت العلاقات الدولية متاع الجزائر. واضح. أعلق. تفضل أستاذ. ظاهر أنه الأستاذ أخلط بين أمرين، أخلط بين مصطلحين. أنا تكلمت على محاورة جميع الأطراف الليبية، اقترحتهم في الدبلوماسية. أنا تكلمت على دبلوماسية الرؤساء، ودبلوماسية الرؤساء ليست هي دبلوماسية الشخص الرئيس، وتفضل هو وقدم مثال الرئيس بوتين. دبلوماسية الرؤساء تعني أنه الرئيس يجب أن يكون حاضرا في القمم وفي المؤتمرات الدولية، ولا يكون غائب عن ما يجري في الساحة الدولية. ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية رجل اقتصاد، بين قوسين تاجر، ليست له أي علاقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، لكن وضع قدما لا يستطيع أحد أن يحركها في الساحة الدولية، وينافس الرئيس الفرنسي الذي هو تكوينه اقتصادي في الساحة الدولية، واستطاع أن يحيد فرنسا ويخلق لها مشاكل في الاتحاد الأوروبي. هذا من جهة، حتى أصحح المعلومة. رقم 2، القوة الاقتصادية يجب أن تكون لدى الدولة حتى تكون لها دبلوماسية قوية، لكن هذا شيء متفق من طبعا. من يفعل العلاقة ما بين الاقتصاد والسياسة الخارجية؟ من يأتي بالمعلومة من الخارج لكي تخدم الاقتصاد الجزائري ويعمل على تقويته داخليا وتصدير المنتوج الجزائري؟ هل القوة النفطية التي لدى الجزائر تساويها القوة الاقتصادية لدى المغرب؟ قوة اقتصادية ضخمة لدى الجزائر، 1200 مليار دولار استهلكت في الجزائر، لم نمضي ولا اتفاقية مع الدول الإفريقية. من هي الدولة الإفريقية التي زارها الرئيس المخلوع؟ من؟ لم يزر ولا دولة. إذا كان الأستاذ تفضل وقال أنه الرئيس المخلوع لا يفهم أحدا في السياسة الخارجية مثله، يوجد الآلاف في الجزائر من يفقهون في السياسة الخارجية ويستطيعون أن يقدموا ما لم يقدمه للجزائر، ويستفيدون من الساحة المغاربية والإفريقية والعربية، ويتعاملون مع الاتحاد الأوروبي معاملة دولة بدولة. أتعلمين سيدتي ما الشيء الذي حصل في الجزائر؟ تفضل. زيد فضلك. الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة شخصن الدبلوماسية والسياسة الخارجية في شخصه، ولم يستشر ولا أحد في طريقة تعامله، إلى أن وصل بنا الحال إلى ما يسمى بتعامل نظام سياسي مع دولة أخرى،
نظام سياسي في الجزائر يتعامل في العلاقات الدولية مع دولة أخرى، مع دول، وهذا الشيء لم يحدث في تاريخ العلاقات الدولية بتاتا، وحصل في الجزائر. الآن برنامج السيد علي بن فليس إذا كان أصبح رئيسا للجمهورية سيقوم على علاقات دولية مبنية بين دولة ودولة وهيبة رئيس الجمهورية. الدولة التي لا تملك هيبة في الساحة الدولية لا تستطيع أن تكون عاملا متغيرا مؤثرا في الساحة الدولية. هذا حتى أوضح الفكرة التي ممكن أنها جانبت الأستاذ. واضح. غير كافي. لماذا غير كافي؟ لأن ما فيش رئيس في العالم اللي حتى عنده هيبة وعنده شخصية كبيرة ويتحرك ويسافر وبعدين إذا الاقتصاد متاعه اقتصاد صغير ما يقدر يعني شيء. حكيت أنت على العلاقات المغاربية الإفريقية، صحيح المغرب عنده استراتيجية، هي استراتيجية متكاملة مع استراتيجية الفرنسوية في أفريقيا. فالمغرب مغرب هو متركز على فرنسا في أفريقيا، ولاحظ وين عمل العلاقات متاعه في أفريقيا، في أفريقيا الفرنكوفونية. معنى هنا المغرب حقا تعمل علاقات بأفريقيا ولكن بالميكانيسمات وبالآلات الدبلوماسية الفرنسوية. هل حققت مصلحة؟ والله ما أدري، ما أعرف. 1200 اتفاقية اقتصادية. والله خلينا نشوف. عليكم علم نحن لا نتحاور، نحن لا نتحاور على أساس أنه برامج انتخابية. أصحح فقط معلومة أخي العزيز، أنا أصحح فقط معلومة حتى تكون لا تشكك في المعلومات التي أقدمها. لا ما أشك. 1200 اتفاقية اقتصادية، وهذا مجال تخصصي. طيب. علاقات دولية دراسات إفريقية. نعم. تفضل أستاذ. شكرا. خلينا نشوف هذا المضمون تاع العلاقات أول شيء. ومهما كان المضمون تاع العلاقات عند فيه ديناميكية مغاربية أفريقية كبيرة، ولكن اللي حبيت نواصل أن هذه الديناميكية المغاربية الأفريقية متركزة على الديناميكية الفرنسوية الأفريقية. طيب. هذه النقطة. طيب. نبقى دائما في الساحة الأفريقية اليوم. هل لدى مرشحكم تصور لإعادة انتشار دبلوماسي للجزائر من أجل تقوية البعد الإفريقي سياسيا، برلمانيا، اقتصاديا، ثقافيا؟ من الأمور المهمة الموجودة في برنامج السيد علي بن فليس لو كان رئيسا للجمهورية هو فتح الباب وإدارة الظهر نوعا ما على الجانب الشمالي للدولة الجزائرية، والنظر قدما ومد يد الاتفاق والتعاون مع الدول الإفريقية، لأنه يجب أن نكون صرحاء. الجزائر بدون بعدها المغاربي والإفريقي لا تستطيع أن تكون دولة مستفيدة أو أن تكون دولة تفيد جوارها المغاربي أو الإفريقي. إذن كيف يمكن تقوية هذا البعد الإفريقي؟ تقوية هذا البعد الإفريقي واحد يكون بتفعيل الاتحادات الموجودة أصلاً، ولما لا خلق اندماج وتكامل واتحادات جديدة. الجزائر عضو في الاتحاد الإفريقي طبعاً، وعضو في مجموعة من البنوك التابعة لهذا الاتحاد. هذا شيء. تفعيل الجانب الاقتصادي ب جلب الاستثمار الإفريقي إلى الجزائر وبعث برجال أعمال واستثمار جزائري على غرار شركة سوناتراك إلى الداخل الإفريقي بدون أن نهمل الجوار المغاربي والضفة الشمالية ممثلة في الاتحاد الأوروبي. طيب. فتح باب الحوار سياسيا دبلوماسيا والعمل على تقوية الجانب الاقتصادي باتفاقيات تخدم الطرفين الجزائري والإفريقي. طيب. ثالثا نقطة تفضل. فقط تفضل واصل. هناك جزئية أو شيء مهم اللي هو الدبلوماسية الدينية. المغرب استحوذ على
الزاوية التيجانية ونحن نائمين والجزائر لا حضور لها، وهذا الأمر يحز في نفسي وأعتقد أنه يؤثر على كل مواطن جزائري. آن الأوان وهذا موجود في برنامج الأستاذ علي بن فليس أنه لا نهمل الجانب الديني في الدبلوماسية ونعمل على استرجاع الزاوية التيجانية بالأغواط لقوتها المعهودة واسترجاعها من أجل خدمة الدولة الجزائرية وربط العلاقات مع الدول الإفريقية إلى حدود السنغال، لأن الجانب الديني مهم جدا في ربط العلاقات الدولية. طيب أستاذ زيتوني، استمعنا للأستاذ زيام تكلم عن تفعيل الاتحادات الموجودة في الاتحاد الإفريقي، تفعيل الجانب الاقتصادي أيضا. أود أن أعرف رؤيتكم في هذا الاتجاه، كيف يمكن للجزائر أن تكون أكثر وجودا في هياكل الاتحاد الإفريقي في برنامج مرشحكم؟ طبعا ميدان الدبلوماسية هو ميدان واقعي، ماهوش ميدان تاع أحلام ندير ونعمل ونفعل. أفريقيا متقسمة ما بين بريطانيا، فرنسا، الصين وأمريكا. أفريقيا الآن راهي عندها ضغوطات كبيرة من هذه الدول العظمى. فالسؤال هو كيف الدبلوماسية الجزائرية بالطاقة متاعها تقدر تناسق مع كامل هذه الدول، الصين، أمريكا، فرنسا وبريطانيا، لتوحيد أفريقيا، توحيد الاقتصادي بسوق اقتصادي يخدم الشعوب الأفريقية، وبتقوية دبلوماسية أفريقية وأمن أفريقي. فهذا الحوار في أفريقيا والله ما نشوفوش مع المغرب أو مع بلدان الأفريقية، لأن هذه الدول الأفريقية محجورة من ضغوطات الدول الكبرى. إذن مع من هذا الحوار؟ الحوار على أفريقيا يكون حوار من جانب الطاقة متعلق مع البلدان اللي عندها قوة كبيرة في أفريقيا، فلابد نلقى حلول اللي ننسق ما بين أهداف الدبلوماسية الجزائرية، الواقع الدولي في أفريقيا، و ليزانتيري تاع البلدان الأفريقية، المصالح المتضاربة. نعم، فهذا يعني باللي نرجع إلى هذا الفكرة، عندنا أنابيب يمكن يكون ما بين نيجيريا والجزائر، عندنا طريق يربط شمال أفريقيا وأفريقيا. هذه المشاريع الضخمة اللي البنية التحتية الاقتصادية الأفريقية هي اللي تبني علاقات دبلوماسية قوية ما بين الجزائر وأفريقيا. طيب أردتم تقدموا إضافة؟ نقطة فقط لو سمحتم، أنه العلاقات الجزائرية بالدول الإفريقية لا تستطيع أن تكون إلا في حالتها الطبيعية وهي الجزائرية إفريقية. لا الصين ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يساعد على خلق جو يساعد الجزائر أو الدول الإفريقية أو المنطقة المغاربية، لأن الصين في تتبع استراتيجيتها الجديدة المسمات بطريق الحرير أو الاتحاد الأوروبي بطريقته التقليدية المعهودة القائمة على إعطاء امتيازات لدولة وانتقاص امتيازات من دولة أخرى جارة لخلق نوع من الاستفزاز. هذه الدول القوية، الدول العظمى، عمرها ما تخدم لا الجزائر ولا إفريقيا، وإفريقيا هي خزان العالم الاقتصادي النفطي ومن الذهب واليورانيوم وكل الثروات الطبيعية، وبالتالي حل إفريقيا وحل الجزائر الاقتصادي
والدول المغاربية لا يستطيع إلا أن يكون إفريقيا. واضح. أود لو سمحتم أن نتطرق إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن الملفات الأخرى، وهي العلاقات مع فرنسا ومسألة الذاكرة. أستاذ زيتوني، اليوم فرنسا تتمركز داخل مربع الخطاب الانتخابي لنقدر نقول للمرشحين الخمس. كيف سيتعامل مرشحكم تجاه ملف العلاقة مع فرنسا، وخاصة فيما يتعلق بملف الذاكرة؟ أول شيء العلاقات الدولية مع فرنسا ولا غيرها في أفكار سي عبد المجيد تبون، أول حاجة هي تحفظ على السيادة الوطنية. طبعا إذا فيه بلد يحب يتجاوز على السيادة متاعنا هذا مش مقبول وما نقبلوهاش، وفي نفس الوقت نحترم السيادة تاع البلدان اللي نتعامل معها وخاصة مع فرنسا. العلاقات الفرنسوية الجزائرية الفرنسوية علاقات مبنية على الغاز من جهة والسوق الداخلي الجزائري من جهة أخرى. احنا نبيع الغاز وهما يبيعوا لنا مواد غذائية، مواد الدواء والسيارات. فطبعا هنا لابد نفهم وش هي ليزانتيري تاعنا، المصالح متاعنا في العلاقات الفرنسوية مع فرنسا. المصالح هي أول شيء مصالح تجارية واقتصادية، غانيون غانيون. إذا تفضلوا بمشاريع تفيدنا مرحبا، إذا ما تفيدناش والله ما عندنا علاقة خاصة مع فرنسا. ثاني شيء نقطة تاع الميموار التاريخ والأرشيف. نعم والأرشيف. أول حاجة فيه مبدأ على كلام الرئيس ماكرون، قال بنرجعهم، فهذا لابد نستعمل هذا الكلمة باه ان باش نضغط على فرنسا باش ترجعنا ليزارشيف متاعنا في فرنسا. ولكن قضيه ليزارشيف كاين ارشيف وارشيف، لان فيه الارشيف اللي تقدر تعطي لك فرنسا باش تخلق في الجزائر نوع من التقسم، لانه يقدر يعطيك ارشيف مشكوكة. يمكن احنا نتكلم عن الأرشيف الحقيقي يعني. نعم، ولكن حتى الأرشيف الحقيقي مبني على الدراسات الشرطة الفرنسوية. إذا نشوف التاريخ تاع الحركة الوطنية. وطبعا هذا الأرشيف ما هيش بدون تفكير سياسي لتقسيم الحركة الوطنية في ذلك الوقت. فيمكن يبعث لك أرشيف اللي هي غير حقيقية أو ما ترجمش الوضع الحقيقي. فطبعا الأرشيف فكامل الأرشيف، مش أرشيف يعني جزء من الأرشيف، كامل الأرشيف. فهكذا الباحثين متاع الجزائر يقدروا يصفوا بالغربال متاع الأفكار الوطنية التاريخ تاعنا ويقدروا يكتبوه بصفة علمية. عبد النور زيام تفضل، ما هي رؤية السيد علي بن فليس تجاه ملف العلاقة مع فرنسا؟ إذا انتخب السيد الأستاذ علي بن فليس المرشح الحر رئيسا للجمهورية الجزائرية، سيتعامل مع الدولة الفرنسية كما يتعامل مع مجموع الدول الموجود في الساحة الدولية، وهذا بناء على قاعدة موجودة في العلاقات الدولية، وهي أن العلاقات تبنى ما بين الدول دولة ودولة أخرى، سواء كان في الجانب السياسي، الدبلوماسي، الاقتصادي، القانوني، القضائي. جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي ستمضى بين الدول تمضى على هذا الأساس، من أجل تحقيق مصلحة تخدم الوطن وتخدم الجزائر. فيما يخص
الملف ملف الذاكرة, ملف الذاكرة لا يستطيع أن يكون هناك ملف بين الجزائر وفرنسا إلا إذا قدمت فرنسا الاعتذار على الجرائم التي قامت بها منذ 1830 وليس منذ 1954. فرنسا قامت بجرائم, قامت بمجازر, قامت بمحرقة هنا وهناك في الجزائر. لابد على الدولة الفرنسية أن تعتذر عن كل ما قامت به في الجزائر لكي تفتح صفحة جديدة ما بين الدولتين, دولتين الدولة الجزائرية القوية بإذن الله في عهد الأستاذ علي بن فليس, وتتعامل مع فرنسا كدولة كسائر الدول الموجودة في العالم. طيب, العلاقات مع القوى الكبرى, أود أن نتطرق إلى هذا الملف. كيف سيكون ربط العلاقات مع الدول الكبرى بالنسبة لسيد عبد المجيد تبون؟ على أي أساس؟ السيد عبد المجيد تبون عنده نظرة دقيقة على هذا الموضوع بالذات. أوروبا راهي تحت سيطرة أمريكا, وأمريكا راهي في حرب بارد مع روسيا, فلابد نأخذ هذا بعين الاعتبار. والملف الغازي هو ملف جدا مهم بالنسبة للأمريكيين, لأن سيطرة روسيا على أوروبا هي على طريق الغاز أكثر شيء, وخاصة شركة غاز بروم لتبيع الغاز الروسي إلى أوروبا. من جهة أمريكا تعمل حرب ضد روسيا على ملف الغاز, ومن جهة أخرى تشجع قطر أو الجزائر لإصدار الغاز إلى أوروبا, فيكون ميزان تقوي بصالحها, بصالحها استراتيجية الأمريكية. هذا الوضع الشامل, هذه المعادلة التقوية في أوروبا تخلينا نحن كجزائر وقوة الغازية متاعنا اللي هي كبيرة نقدر نتعامل مع أمريكا, أوروبا أو روسيا بكل ارتياح, لأن عنا في يدنا القوة غازية كبيرة. يعني على أساس تعاملات الاقتصادية والتجارية, هذا ما تقصدون, هذا هو الوزن. طبعا هذا هو الوزن الدبلوماسي, هو وزن اقتصادي. إذا أمريكا ما كانش أول اقتصاد في العالم, ما تكونش أول دولة دبلوماسية في العالم. فالوزن الاقتصادي الثقافي العلمي هذا يخلي ميزان القوة يتغير ما بين العلاقات ما بين الدول. فالوضع الوضع تاع العلاقات مع الدول الكبرى, لابد الجزائر تدرس بدقة الموضوع الغازي والتقوي في أوروبا وميزان القوة ما بين روسيا وأمريكا في هذا الميدان, ولعبة القطر في هذا الميدان, وتأخذ بحكمة, وسي عبد المجيد تبون دارس الموضوع بدقة, تأخذ بحكمة الديسيزيون اللازمة, القرارات اللازمة لدبلوماسية قوية في هذا الميدان. أستاذ زيان, تصوركم في هذا الاتجاه, ما هي الترتيبات التي سيقوم بها الأستاذ علي بن فليس لتحيين العلاقات مع الدول الكبرى؟ الأولوية ستكون بفتح مجال للتحاور على أهم شيء في العلاقات الدولية فيما يخص الدول الكبرى, ألا وهو الاستثمار. يجب أن يكون هناك استثمار قائم على مبدأ, وهو أن تكون الاستفادة والمصلحة للمستهلك الجزائري وليس للمستثمر الأجنبي. الدول الكبرى تسعى إلى خلق أسواق جديدة وخلق أماكن للاستثمار في الدول, ومن بين هذه الدول الجزائر. في برنامج الأستاذ علي بن فليس سيكون هذا الاستثمار مجال يخدم المصلحة الوطنية,
ويخدم المستهلك الجزائري، في المرتبة الثالثة يأتي المستثمر الأجنبي، وهذا عكس ما كان حاصل في السنوات الأخيرة وتجسد حقيقة في علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي، حيث وصلنا إلى أن الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي عادت بالاستفادة والمصلحة على الاتحاد الأوروبي، ولم تربح الجزائر ولا شيء، لا على المستوى المستهلك المواطن الجزائري ولا على المستوى الذي له علاقة بالدولة الجزائرية من مصانع، أو ولكم المثال في المصانع الموجودة حاليا في الجزائر، هي بتسمية مصانع لكن الأموال المقدمة بالأورو والدولار خرجت من الجزائر إلى دول أخرى، وكان المستفيد هو الاتحاد الأوروبي وليس الجزائر. وبالتالي في برنامج الأستاذ علي بن فليس ستكون العلاقة مع الدول الكبرى خدمة للشعب الجزائري وللمواطن الجزائري البسيط، لا إلى مجموعة من استفاد من هذه الحقبة وحول أموال الجزائري إلى الضفة الأخرى، والأمثلة كثيرة على ذلك. طيب آخر سؤال، تعلمون أن الاتحاد الأوروبي يعتزم برمجة جلسة لمناقشة لما سماه بالأوضاع بالجزائر، أود أن أعرف موقف كل المرشحين. تفضل أستاذ زيتوني. شكرا. أول شيء طبعا احنا نرفض بقوة كل تدخل أجنبي مهما كان في الشؤون الداخلية الجزائرية. هذا المناورة نقدر نقول باللي مناورة من طرف معين في فرنسا، هذا المناورة تبين أن نفس القوات اللي كانت ضربت ليبيا وخلقت البلبلة وخلقت الحروب في الوطن العربي العزيز، هذه من نفس القوات اللي راهم يقدموا هذا المشروع الحوار الأوروبي على الوضع الحراك المبارك. ولكن تحت هذا الحوار المبرمج هي ان تنتاتيف يعني ل تضعف المسيرة لإحياء من جديد الدولة والمؤسسات الدولة الجزائرية. يحاولوا يضربوا الرئاسيات بهذه الطريقة، ولكن نظن باللي الشعب الجزائري قادر على شغاله ويعرف بالضبط وش معناتها القوى الأجنبية، وهذه جاية من ميزة ثقافية في الشعب الجزائري جاية من الثورة الجزائرية، يعني العدو وراء البحر مهما كان. نحب نختم حاجة برك صغيرة. تفضل. في الحراك المبارك فيه راية رفعت في كل المسيرات، هي الراية الفلسطينية، وما تكلمتيش على فلسطين. الخط الأساسي اللي الدبلوماسية الجزائرية هي تحرير القدس الشريفة وتحرير فلسطين بكل قوة، لأن هذا مطلوب من الحراك المبارك، وهذا يبين العمق العربي للحراك الجزائري بقوة. واضح. شكرا. اتضحت الرؤية، أود أن أعرف رؤيتكم في هذه النقطة. هذه النقطة لا تخرج على إطار مخرجات الثورة الجزائرية المباركة، ثورة نوفمبر، من بين المبادئ التي تعلمناها في الصغر وتعلمها الجميع ويؤمن بها المترشح الأستاذ علي بن فليس، هي في السياسة الخارجية طبعا، هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار أن لا يتدخل في الشأن الجزائري، لأنه شأن داخلي يعني الجزائري مع أخوه الجزائري، ولا ليس لأي طرف دولي الدخل في الشؤون الداخلية. وشكرا.
شكرا لك سيد عبد النور زيان ممثل المرشح علي بن فليس، كنت معنا، شكرا لك. كما أود أن أشكر الأستاذ إبراهيم زيتوني ممثل عن المرشح عبد المجيد تبون. وصلنا إلى نهاية هذا العدد الخاص من هذا البرنامج الخاص بالرئاسيات، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، في أمان الله.